السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا في قناتي عالم نادية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديالي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. الفيديو ديال اليوم كيف ما شفتوا في العنوان، جولة اولا دويرة في بريمارك ديال كازا اللي يلاه حلات غير مؤخرا في الفا 55. هاد الفا 55 كاينه في ميرسيلتون، وبالضبط داروها في الطابق الخامس، ودابا الصراحة راه عجبنا الحال ملي ولات في المغرب، خصوصا حنا الساكنه ديال كازا. كاين غير مشكل واحد اللي هو خصك تمشي شويه بكري باش الواحد يلقى فاش يختار، لانه كيف ما قالت لي واحد البنت كاين الناس اللي كيجيو كيشريو بزاف ديال البياسات وكيعاودو فيهم البيع. كيف ما هو معروف هاد الماركه من شحال هذا كيبيعوها بزاف ديال الناس في الفيسبوك وفي الانستغرام باثمنه زايده على الثمن ديالها الاصلي، الحاجه اللي طبيعيه باش حتى هما يربحوا الله يحسن العوان ديال كل واحد. هنا شوفوا البنات هاد لي بوتين شحال زوينين، واخا ستيل ديال داك العام راه حتى دابا باقيين نفس ستيل وباقين يتلبسوا، والثمن ديالهم ما بين 120 درهم حتى 250 درهم ما فايتينهاش. كيف ما شفتوا في الفيديو راه كاين كلشي الحويجات ديال البنات الصغار الوليدات لي بيبي، كاين كلشي الصغار والكبار نساو والرجال. المشكل اللي كاين كيف ما سبق وقلت لكم تقدر ما تلقاش لاطاي ديالك ولا لابوانتيغ ديالك نهائيا، خاص تمشي وترجع وانت وزهرك واش تلقاها ولا لا، ولكن الصراحه الثمن كيشجعك باش تشري، خصوصا ان الاثمنه اصليه مكتوبه بالاورو وبالدرهم حتى هو، يعني الثمن اللي كاين بالاورو كنضربوه في 11 كيعطينا الثمن بالدرهم، ماشي بحال بزاف ديال الماركات كتلقى الثمن بالاورو مضروب في 20 او لا اكثر. بحال هنا البنات هاد السروال ديال الوليدات داير 4 اورو يعني 44 درهم، ثمن اللي هو جد مناسب، خصوصا ان اغلبيه ديال الحوايج الكاليتي ديالهم زوينه.
وهنا البنات غادي نشارك معكم اشنو شرينا هنا واختي. غادي نبدا معكم بهاد البيجامات ديال البنيتات، هادو راه دغيا كيطيروا حيت الثمن ديالهم رخيص بزاف، 8 اورو يعني 88 درهم. والبيجامات بجوج بهاد الثمن، التوب ديالهم واخا كيبان لكم خفيف راه سخيخن، والشكل ديالهم زوين كيف كتشوفوا، حتى اللوينات اللي فيهم كيحمقوا، والصراحه ما كرهناش كون داروا فيهم حتى الكبار. هاد لونسومبل هنايا دايرين الفوق بوحدو والسروال بوحدو، ماشي مجموعين مع بعضياتهم. هذا اللي فيه هاد الرسمه ديال لونيكو ب7 اورو يعني 77 درهم، والسروال دايرين لي 6 اورو يعني 66 درهم. والتوب ما عندي ما نقول فيه، رطب وسخون وديال هاد البرد. هادي بيجاما توب هارطب وغزال، فيها هاد الرسمة، دايرة 8 اورو يعني 88 درهم، سخونة ديال البرد نيت. دابا راه نتوما عرفتو الثمن كيفاش كنحسبو، كنضربو في 11 درهم كيف ما سبق وقلت لكم. وهنا غادي نوريكم التريكوات اللي بوحدهم، كل واحد والشكل ديالو مختلف على الاخر، ماشي اونصومبل، ما عندهمش السريولات ديالهم. بحال هذا فيه هاد النجيمات بالالوان، داير 44 درهم، حتى هو التوب ديالو رطيطب وسخون، والثمن ديالو راه جد مناسب. هاد التريكو الاخر فيه هاد القلب الدوري، بحالو بحال التريكو الاولاني، لا من ناحيه التوب لا من ناحيه الثمن. وهاد التريكو الثالث هو في نفس الثوب في نفس الثمن ديال التريكوات الاخرين، المهم كيبقاو شكيلات مختلفين، دايرين 44 درهم كاملين الواحد. واحد الحاجه البنات خاصكم تعرفوها الا ما كنتوش عارفينها من قبل، هذه بري مارك اوتليت، يعني الحوايج اللي كاينين ديال العام اللي فات، يعني الكوليكسيون ديال 2020. ولكن راه ماشي مشكل، لان ما بين عام وعام ما كيكونش شي فرق اللي هو كبير، خصوصا ان الحوايج ديال بريمارك بازيك يعني كيتقدروا يتلبسوا ديما. غادي ندوز معكم هنا، غادي نوريكم هاد السريولات ديال الوليدات. هذا داير 77 درهم، 7 اورو، فيه هاد الرسيمات في الركيبات، والتوب ديالو زوين وسخون. وهاد السروال ديال البنيتات غزال، الشكل ديالو زوين، والثمن ديالو ديال 4 اورو في الغوز، فيه هاد النجيمات بلارجونتي. هذا كولون بحال الصوف اللي هو خفيف، والثمن ديالو 55 درهم. غادي نوريكم هنايا هاد التريكوات اللي هما خفاف وسخانين، كيتلبسوا مع الرومي من تحت الجلابه بحال هاد اللون هذا. هادو كينفعوا البنات ضروري ما يكونوا عندكم، والثمن ديالهم 88 درهم. واخا كيبان لكم لاطاي ديالو صغير راه كيتيري. واخر حاجه البنات هي هاد البيجامات، كيكونوا سخانين وخفاف والتوب ديالهم مزيان، من الاحسن تاخذوا لاطاي شويه صغار على لاطاي ديالكم، حيت فاش كيتلبسوا كيترخاو شويه. وبهادو البيجامات غادي نكون وصلت معكم هنا لاخر الفيديو، كنتمنى نكون فدتكم بشي حاجه. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وشكرا لكم على المشاهده. الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.